السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم سامر علي من قناة ستيج إكس. قبل بداية المقطع خلينا ندعي لأهلنا في فلسطين وقطاع غزة، ربي يحميهم وينصرهم ويحتسب الموتى منهم من الشهداء، والله يجبر بخاطر الأحياء اللي فقدوا أهليهم وفقدوا أبنائهم وفقدوا ناس حبايب ليهم. الله ينصرهم ويحميهم وإن شاء الله النصر قريب. مقطع اليوم هو مقطع خفيف جدا. انا كان عندي شاشه وانحرقت، لقيت شاشه اونلاين سعرها كويس، قلت اركبها ونجربها. صراحه ماني عارف اي حاجه عنها، كل اللي اعرفه طريقه توصيلها، فهفك الديكور اللي هنا ونبدا نشوف كيف هنوصلها مع بعض. الديكور فكه، مسمار 7 هنا، مسمارين 7 هنا، مسامير 7 هنا، بس انا كسر الديكور وهنا ومن تحت الجهه هذه كده 4 مسامير او 3. بعد كده الغطاء هذا ينفك، تفك مسامير 7 من هنا ومن هنا اللي تمسك هذا. بعد كده هتنزل الدركسون على الاخير، ترجع الجير ورا اخر شيء، وتبدأ تسحب الديكور شوية شوية، تتأكد انك فاكك الفيش اللي هنا، ممكن تفكها من الجنب ما في مشكلة. وفيشة الولاعة، الولاعة اللي تحت، فيشة الولاعة وفيشة المساحات الخلفية، ويطلع معك الديكور. بس انتبه لان ممكن تكسره زي الوضع هذا، فانا ما هنتبه، انت انتبه. فكينا الديكور، الحين نفك المسجل. المفروض يكون 3 مسامير، انا عندي 2 مش فارقة، فهفكه بعدين نشوف الضفيرة. الحين هذه هي الضفيرة، كان عليها شاشة من قبل ما اشتريها حتى، او الوالد يشتريها، فكان اللي مركب الشاشة مجرح الاسلاك. فانا لما رجعت مسجل الوكالة طيبت الاسلاك لحد ما نشوف ايش هتسوي. فالوان الاسلاك هذه من فين اعرف مين سماعة قدام يمين، سماعة قدام يسار، ورا يمين ورا يسار، وعندي كمان اسلاك الكهرباء المستمرة والكهرباء اللي على الطاقة الثانية. فكيف اعرف الحاجات هذه؟ بتكتب اسم سيارتك بالانجليزي وموديلها على جوجل، وتكتب جنبها مثلا ستيريو وايرنج دياجرام او راديو وايرنج دياجرام، وبتطلع لك الوان الاسلاك وكل سلك ايش وظيفته. فانا سويت زي كده، احط لكم صور الخاصة بالبليزر موديل 2006 على الشاشة في المقطع. كده خلصت الضفيرة الاولى، الحين اسحب هذا عليها كده وبالولاعة أسخن عشان يصيروا كأنهم سلك واحد. هذا مش أحسن طريقة ربط، ممكن نزود عليها لحام قصدير أو لحام اللي هو الإلكترونيات، لكن بصراحة أنا ما عنديش الإمكانية إن أنا أجيب كهرباء 220 للسيارة، بالتالي هكتفي بكده. كده كده المكان هنا مفهوش شد، لكن في حرارة ورطوبة، فبالنسبة للحرارة والرطوبة هذا كافي. بالنسبة للشد خلاص هذا كافي لأنه ما في شد جوا. خليني بس أجيب ولاعة وابدا اسخن عليهم واوريكم الشكل النهائي. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ طبعا هيجي واحد يقول لي كيف كسرت فيشك وكاله وكيف جالك قلب؟ والله يا حبيبي طالما هنعدل وهنغير فمن جذوره احسن، ايش رايكم؟ طبعا مش احسن طريقه، الطريقه اللي كانت قديمه اللي مسويها محل الزينه اللي هو يجرح السلك ويركب السلك في الجنب ويلف شطرطون، صح وهذا صح. وممكن تركب تحويلة من يعني من فيش الوكالة، يركب تحويلة يطلع ضفيرة تانية يركب عليها الضفيرة هذه، برضو أحسن وأحسن. لكن كل شيخ له طريقة، أنا بالنسبة لي هذه مناسبة، مش أحسن طريقة طبعا، التحويلة أحسن، بس بالمتاح هذه ممتازة. كان ممكن بصراحة بعد ما خلصت ندمت من ما سويتها، كنت أجيب هيت شرينك أكبر وأغلفها كلها، بس عوافي مش مشكلة، ممكن اشتري في وقت ما جرجور قصير او صغير ولما كلها بيكون افضل وافضل، لكن حاليا هذه النتيجة الموجودة. الحين الفيش الثاني هذا في اللي هو الباور اللي هو الارضي والموجب المستمر والموجب اللي مع الطاقة الثانية وسلك الكاميرا. خليني اشوف سلك الكاميرا فين راح لانه تايه مني عشان اركبه بالمرة. المنتج النهائي هنا الباور، هنا السماعات زي ما انتم شايفين، حطيت بس الشطرطون هذا عشان الم الضفيرة ما تكون شعترة. سلك الكاميرا لغيته لحين اشعار اخر، لانه سلك الكاميرا مش لاقي اللي واصل من ورا لقدام، تقريبا قصيت كثير منه فتاه مني.
لكن حاليا هذا الضفيرة الموجودة هركبها في الشاشة ونجرب الشاشة. طبعا مش هقدر اطلع الصوت لانه مش هقدر اصور وانا مشغل شيء، عشان انا بصور من جوال يعني. ادعوا لي ربنا يكرمنا والقناة تكبر ويصير عندنا كاميرات واستوديو وحاجات حلوة. في السلك البرتقالي اللي هو تبع الطاقة الثانية في مشكلة، انا نسيت ان المسجل هذا في السيكوريتي حق السيارة، فلما وصلت الشاشة هذه ظهرت عندي لمبة السيكوريتي اللي هنا، واختفى من عندي المؤشر تبع الجير وبطلت تشتغل السيارة. رحت فحص الكتاوت زي مشكلة قديمة، احط لكم اياها في الآية اللي فوق، لكن اكتشفت ان لما بفصل الشاشة السيارة بتشتغل، لما رجعها السيارة بيطلع لمبة سيكوريتي، او هي ثابتة لمبة السيكوريتي، لكن بيطلع لي لمبات الصيانة اللي هنا واللمبة اللي هنا بتختفي والعدادات بتنزل. فما حبيت اوريكم المشكلة في فيديو واطول على السيارة، خفت يكون يعني يحصل مشكلة اكبر. فلقيت عندي في المنطقة هذه سلك سبير طقة تانية اللي هو الأحمر هذا، فأخذته مكان البرتقالي الطقة التانية ووصلته. فالحين هوصل الشاشة في الأسلاك تبعتها ونشوف. الشاشة بصراحة جودتها حلوة، صفوتها حلوة انه بتشوفها في الدور وكده، لكن صوتها مش احسن حاجة يعني. اخر درجة فيها 40، عشان تسمع الصوت واضح وكويس يعني بدون اي ازعاج نزلها 37 او 35، لكن بصراحة كصوتها كويس ماشي حالها. البيز تبعها ماشي حاله، لكن مش احسن حاجة، حطها على 37 35 امورها ماشية. اشتريتها من نون ب 100 ريال، شاشة رخيصة جدا يعني، قلت اجربها. زبطت ما زبطت، انا كنت بفكر في شيء اندرويد وحاجة زي كده. انا بيهمني في السيارة كلها ان البلوتوث يشتغل واشغل من جوالي اللي بدي اياه. يعني لو مسجل الوكالة بركب له بلوتوث ما كنت اجيب شاشة، فهذا استخدامي للشاشة يعني، بلوتوث فقط لا غير، فادت الغرض معايا، فعشان كده ما غيرتها. وان شاء الله في مقطع من المقاطع اللي جاية ممكن نبدأ نلحم الديكورات هذه، يعني من هنا نشكله من تاني، نلحم من هنا، نلحم من هنا، من هنا، من هنا بمعجون فايبر ونشكلها وكده. وممكن بعد ما اخلص اسوي حركه حلوه ان انا افصل هذا عن هذا، بحيث انه بعد ما اخلص وكل شيء تمام اقص قصه زي كده، بحيث ان انا لو ابغى اطلع الشاشه واطلع الاغراض اللي هنا افك هذا لحاله، ابغى اشغل جهه العدادات افك من هنا للاخر، احسن منه كله مع بعضه ويتكسر مرة تانية. السبب اللي يخليني ألحمه بصراحة تجربة وتسلية، ويمكن نتعلم شيء جديد. أنا عمري ما اشتغلت بمعجون الفايبر، اشتغلت بالفايبر جلاس نفسه كزي الورق والغرا، وعمري ما اشتغلت بمعجون، فهجرب اشتغل بمعجون ونشوف ايش هيصير معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.